الصوصات الجاهزة اللي زي هذه حقت البيتزا وحقت المكرونة، الأنواع هذه اللي زي كده كلها مسموحة في الدايت تقريبا بمقدار ملعقتين للشخص. الملعقتين يمكن فيهم حول 50 سعرة، مو مرة كتير. الفطر يا بنات مرة صديق للدايت، يعني تعاملي معاه معاملة الهوى، حطي منه براحتك، سعراته مرة قليلة وقيمته الغذائية جدا عالية. البنات اللي ما عندهم وقت يطبخوا مشتركين في أنظمتي، مثلا لو كان مكتوب عندك شيش طاووة ولا دجاج مشوي ولا أي شيء، ممكن تاخدي من هذه أمريكان المجمدة أو أي نوع تاني، لكن أهم شيء أنك أنت تحطيه في الفرن أو تقليه بالقلاية الهوائية. الشطات هذه اللي زي كده السومطرة والسيراتشا والشطات هذه الحارة كلها مسموحة في أنظمتي، تقدري تاخديها براحتك.